السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان الأخوات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ نتمنى إن شاء الله لا فيديو ديالي يلقاكم في كامل الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غادي نخدموا هذا الموديل، هذا نخدموا الجزء العلوي منه، نركز أكثر على الجزء العلوي، الطريقة باش يدير داك لاستيك على الكتاف وفي الطوق. وبالنسبة للتحت ما غنديروش صايا كلوش، غادي نحاولوا نديروا غير إيفازي وصافي، واللي بغى يديرها كلوش يديرها، يعني على حسب المهم من الموديل غادي نفصلوا غير إيفازي. بغيتو نديروا لكم داك الشكل كلوش إن شاء الله في فيديوهات أخرين نديروه. إذن البنات غادي نبداو ناخذ الكورساج ديالنا المعتمد ديالنا باش نخدمو، كل وحده غدير الكورساج ديالها، الجهه الاماميه والخلفيه كما كنت قلت لكم في الدروس السابقه كاين اختلاف شويه فيهم، اختلاف بسيط اللي عندنا في الكول وهنا في الهبطه ديال الكتف، الجهه الاماميه تنقصو منها واحد وهنا تندخلو بجوج ونص في التركيز. المهم هذا ماشي درسنا، غادي ناخذ الكورساج ديالنا نحاولو نطبقو باش غادي نخدمو عليه الموديل. صوبو غير ب لما تراسي هذا الموديل، هذا البنات كيجي زوين، يمكن نخدمو قياسات كبير، نخدمو قياس صغير للبنيتات الصغار، يمكن نوظفوه في البلدي في اللباسي في القفاطن، يجيو الكتاف طايحين، ولكن ماشي بهذا الشكل ديال لاستيك، يمكن يدير حتى بلاستيك حتى بالنسبه للقنادر والفراشات. الطراسي فين عندنا الدورات، الدورات الخاصة بالدورات الصدر، هادشي اللي غادي نحتاجو، يعني ما غنحتاجوهم بزاف مزيان زعما في لاخر في الموديل بزاف، ولكن من الأحسن هنا نعاودو نطراسيو الجهة الأمامية كما قلت لكم. الإختلاف دابا تيبان هنا في الباترون، الكول هنايا هاد الهبطة هادي ديال واحد سنتيم، تنهبطوها من الكتاف من هنا باش البياسة مترجعلناش اللور متتشنقناش. هذا التركيز حتى هو تيجي داخل، هذا هو الاختلاف اللي كيكون عندنا في الجهه الاماميه والخلفيه. ما عليش دابا هادشي ما غاديش نحتاجو، كما قلت لكم البنات هذا الموديل هذا دابا هو اللي رايج صراحه، كيجي غزال بالنسبه للكسيوات ديال الصيف سواء في العصري او لا بيجامات للدار، كيجي مزيان، هو اللي رايج دابا داير ضجه في المواقع، وفيه بزاف ديال الموديلات نفس الموديل، هو تيجي مجموع بلاستيك من الكتف ومن العنق، وفيه بزاف ديال الموديلات اخرين يمكن يخرجوا من غير لاستيك بهاد الشكل هذا. اذا على بركه الله البنات عندنا هنايا الدوفون، عفوا هنا عندنا الدوفون وهنا عندنا نوض الدار. دابا هادشي كله حنا ما عندنا بغرض، هذا هو الباترون الاساسي ديالنا البنات. هنايا كيبقى عندنا عادي هذا الباترون كما قلت لكم، كنخدموا به الجلالب، كنخدموا به القفاطن، اللباسي، البيجامات، اي حاجه المهم طويله ولا شي حاجه، المهم الباترون الاساسي ديال كل واحد كيدير قياساته وعبارته يمكن له يخرج عليه اي حاجه. دابا حنا خدينا الباترون الاساسي ديالنا، دابا غادي نخدموا التغيير اللي غادي يكون عندنا في هذا الموديل هذا. قلنا بلي الموديل عنده اللي لاحظتوا الموديل عنده الطوق مع الكتف ما كاينينش، ما عندوش عنده التقبره ديال الطوق عنده كبيره، وعنده الكمام هنايا ما عندوش التركيز هكذا، عنده الكمام هكذا ماشي نيشان. حنا دابا غادي نبداو الموديل ديالنا، اول حاجه البنات التغيير اللي تيكون هنايا بحال دابا التركيز ديالنا، بحال دابا هنا عندنا 26 كنزيدو دائما اي قياس عندك في التركيز 26 20 24 مملي عندك في التركيز ديالك كتعبريه من لهنا لهنايا، اللي عندك كتزيدي عليه 4 سنتيم زائد 4 سنتيم. نكتب السيلو باش يبان هنا زائد 4، هاد 4 البنات هادي ديال الوسع باش كنوسعو البياسه كنعطيوها الوسع، بحال دابا الا كان عندنا الثوب يعني كافي، كان عندنا الثوب البنات كافي ويمكن نفصلوه بالعرض اولا وعندنا الثوب شايط كنزيدو هنا 8 سنتيم. هنايا فهاد الزياده من هنا كتنخليو التركيز ديالنا كلشي عادي وتنزيدو هنايا 8 سنتيم هنا باش كيجيونا لي بلي بزاف هنايا، وكتجينا الكسوه ديالنا كتجي فيها بزاف كتجي واسعه، كنزيدو 8 سنتيم من هنايا، ما كانش كنزيدو غير 4 سنتيم كافيه، وتنهبطو كنا كنزيدو 4 سنتيم في العرض وتنهبطو من هنايا على حساب التركيز، زياده 4 سنتيم
تركيز، كنزيدو 4 سنتيمتر نهبطو بها على الطول ديال السدر، على الدورة ديال السدر. هنا البنات علاش ديك 4 سنتيم؟ 4 سنتيم البنات هي اللي كتمشي لنا في الطوق، ملي كنجيو نخيطو الطوق والكمام، ملي تنجيو نخيطو لاستيك كتمشي لنا 4 سنتيم فيه، جوج سنتيم كتبقى لنا هكذا باينه، وجوج كتجي مطويه. كنزيدو 4 سنتيم هنايا باش حتى الكم ديالنا هنا كيبقى كنبقاو مرتاحين، الكم ديالنا محلول مزيان، واليد كتحرك زعما كتكون مرتاحه في الاخر ديالها. قلنا الزياده في الدوره ديال الصدر كنهبطو ب 4 سنتيم، وفي العرض حتى في العرض كنزيدو 4 سنتيم باش كتجي شويه مرحه. هادشي الا كان عندك الثوب بحال دابا الثوب متر ونص، متر ونص، متر ونص في المنكب، وباغا تفصليه على 4، يعني ما يمكنلكش تفصليه داك الداخل في الخارج، ولا تفصليه على 4، ما عندكش الشياطه ديال الثوب، يعني كيكون الثوب واحد الدق ضل تتخرجي الطول ديالك وتخرجي الكميمات. كان عندك الثوب شايط يمكن تفصلي بالفصاله ديال 4، تنديروا الثوب على 4 ولا تنديروا الداخل في الخارج، ولكن الخياطه تجيك في الظهر. المهم هادشي نخليو حتى للتالي. دابا نخدموا الموديل ديالنا. اول حاجه قلنا البنات، قلنا التركيز ديالنا تيهبط، يولي عندنا التركيز هنايا، غنزيدو 4 سنتيم، يولي عندنا الموديل ديالنا هكا. الوسع اللي زدنا وكنهبطو ب 4 سنتيم، 4 سنتيم غادي تجينا هكذا. انا دابا غير بالميز معاكم، دابا انا كنخدم غير بالميز. هنا عندنا التركيز الاول، دابا غيولي عندنا التركيز الثاني ديالنا هنايا هكا. كنجيو البنات تناخدو التركيز ديالنا، تناخدوه من عرض الكتاف. هنا عرض الكتاف هنايا راه دايره ستوندار عندي 20، كنجي فين تحددات لي 20 ديالي، كنديرو داك العمليه كامل فين تحددات لي 20 عرض الكتاف، كنلاقيها مباشره مع التركيز هكذا. دابا حنا راه خدمنا على التركيز الثاني اللي زدنا فيه 4 سنتيم د الوسع. كان هاد القياس اللي هزيتو تيجيكم واسع، باغيين تجي لاطاي هي هذيك، زعما تجي شويه مطراسيه وداكشي، خليه كما عندنا، كما عندكم الباترون الاساسي خليه. بغيتو لوسع في البياسه زيدو 4 سنتيم، لان هاد الموديل زعما من الاحسن يكون شويه واسع. اذا ولا عندنا التركيز ديالنا، هاد التركيز الاولاني هذا طلغى ما بقاش، ولا عندنا التركيز هو هذا، غنطراسيه بلون مغاير باش يبان لكم. اذا الصبح عندنا التركيز هو هذا، هذا هو التركيز. ولا درنا الوسع زدنا الوسع غيبقى عندنا هذا هو الباترون ديال الاساسي، ما زدناش كيبقى هذا. هنا بعد ما هبطنا ب 4 سنتيم وزدنا 4، ولا عندنا هذا هو الباترون الاساسي ديالنا. هنا هو ده التغيير اللي وقع، اللي كيوقع في التركيز. دابا مازال عندنا تغيير اخر اللي تيوقع، حنا كيبقى داكشي كله عادي طبيعي عادي، ما كتغير حتى حاجه. كما قلنا غير الوسع، الا بغينا نزيدو الوسع من هنا، كان عندنا الثوب زايد والشيط بغينا نديروها واسع اكثر، كنزيدو 8 سنتيم من هنايا. دابا غيكون عندنا دابا التغيير اللي كاين هو اللي عندنا في الكول. الكول غادي نخدمو الجهه الاماميه الاولى. الجهه الاماميه هنا كنا كنهبطو ب 8 سنتيم، كنتي باغا تخلي 8 سنتيم كيجي الطوق شويه مجموع وداكشي كيجي مزيان. كنتي باغا تزيدي تهبطي اكثر يمكن لك تهبطي حتى ل 10، حتى على حسب انت الطوق واش بغيتي يجي محلول بزاف، يجي صدر محلول اللي بغي. المهم هنا الهبطه ديال الطوق كتبقى اختياريه انت والموديل اللي بغيتي. المهم بغيتي يجي هابط بزاف على الطوق بغيتي. اللي كيكون ضروري واساسي انك داك الهبطه اللي داكشي اللي هبطتي في الكول ديالك في الطوق خصك غتجيبي النيشان مع هاد، غتجيبيه مع هاد التركيز ديالنا مع العرض ديال الكتف ديالنا هكا. يعني هاد البلاصه كلها كتمشي كتلغى، كيولي عندنا الطوق ديالنا هو هذا، الدوره ديال العرض كتولي عندنا هي هادي. هادي هادي الجهه الاماميه، وهي ديرها مكتوبه باش من الجهه الاماميه. اذا الطوق ديالنا ولا هو هذا، الطوق ديالنا هادشي الاخر كله طلع، هادشي ما غيبقاش. غنجيو للجهه الخلفيه حتى هي. بغيتو ديرو كي الجهه الاماميه كي الخلفيه، كتمشيو على نفس التقطيعه، كتقطعوها هكذا، كتمشيو للقياس اللي هبطتو به في الامام كتهبطو به في الخلف، وكتجيكم حتى الظهر عريانه، كتجي حتى هي محلوله. ما بغيتوش، بغيتو تخليو الظهر مجموعه والامام شويه مفتوح، كتاخدو العبار عاود اللي بغيتو كتهبطو به من الظهر. بحال دابا انا هابطه هنايا ب 2 سنتيم ولا 3 سنتيم الاساسيه، دابا غادي نولي نهبط بواحد 5 ولا ندير كاع حتى ل 7 سنتيم، وغادي نجيب الطوق ديالي حتى هو نفس الطريقه هكا. الدوره الخلفيه ديال الكول حتى هي غتجي هكا. هادشي الا كنت ما باغش نديرهم بحال بحال، كنت باغا نديرهم بحال بحال كنقطع على نفس التقطيعه اللي درت الاولانيه. اذا الدوره الخلفيه غتولي عندنا هي هادي، هادشي في حاله ما درناهمش بحال بحال، هادشي كيبقى هو هذا ما كيتغيرش.
اذا دابا شنو التغيير عندنا؟ تغير عندنا الدوره ديال الدوره ديال العنق والكتاف تبدلات، والتركيز ديالنا هو اللي تغير. اذا الموديل ديالنا صبح هكذا غادي يتقطع، هذا هو الباترون الاساسي ديال الموديل. هنايا هنا غيولي الظهر وهنا الامام، هادشي الاخر ما تيتغيرش، يبقى هو هو. سمحوا لي الفيديو شويه غادي يجي طويل، ولكن ضروري الفيديوهات اللي كيكون فيهم الدرس هكذايا وكيكون الشرح، يعني راه ما كنبغي ندوز لكم حتى شي معلومه، كنبغي المعلومه تكون وافيه وشامله باش الدرس يتفهم مزيان. ولا كان شي موديل ولا شي حاجه هكذا اللي تحط، ماشي مشكل الفيديو يجي قصير، شي حاجه اللي تكون مفهومه مع عندنا غرض في الوقت. قلنا صافي ملي عندنا التغيير في الطوق عندنا التغيير هنايا في التركيز. اذا دابا الموديل ديالنا هنايا صافي راه كمل. دابا غادي نخرجوا الكمام ديالنا. الطريقه باش نخرجوا لكم الكمام البنات، الكمام البنات الكم كما شفتوا في الموديل تيجي عندنا الترياش فيه هنايا، تيجي لكم ملاصق مع التركيز او مع الباترون ديالنا، ولكن تيجي فيه الترياش حتى هو من الفوق. ديك المسافه ديال الترياش البنات غنوريكم كي غادي نخرجوها منين كنخرجوها. اول حاجه بالنسبه للتركيز البنات، بالنسبه للتركيز بالنسبه لكم تيبقى تناخذوا نفس المسافه اللي عندنا هنايا، داكشي اللي خرجنا من هنا هو اللي تناخذوا في التركيز ديالنا. يعني التركيز ديالنا تيجي هكا، نحاول نبعد شويه باش يجيكم خلف له باش يبان. كانت عندنا هنا 26 كتبقى لنا هنا 26، وخصو يجي مائل هكا. اللي كان عندكم هنايا في الطول ديال التركيز هنا غادي يبقى عندكم هنا في الكم، داكشي اللي عندنا تيبقى. شنو كنديروا اخر البنات؟ تنجيو تنزيدوا هنايا، تنطلعوا هنا الطلعه هذه، طلع عندنا البنات ما بين 10 حتى 26 حتى انت والعرض ديالكم اللي بغيتي، وعدد الترياش اللي بغيتي فيه يجي طويل، يجي زعما يجي كثير، يجي شويه، يجي على حسب اللي دخل لك الراس. المهم ديك الترياش يجي عامر، ولا بغيتي لكم يجي فيه بزاف ديال لي فرونس ويجي واسع، المهم على حسب انت وشنو بغيتي. المهم من 10 سنتيم كما قلت لكم، من 10 حتى 26 يمكن تخدمي بها. هذه كنطلعوها طلعه النيشان هكذا كتكون عندنا لكم. كنجيو كناخذوا الطول اللي عندنا في الكم ديالنا، ضروري دائما كنمشيو بالقائم، اي حاجه قائم زاوي باش ما كيجيش الثوب، باش ما كيجيناش الحاجه ما كتجيناش عوجه. هنا البنات تناخذوا الطول ديال الكم ديالنا اللي بغينا. بغيتو الكم كيجي غير شويه نازل كديروا ديك 20 26، بغيتو الكم نازل حتى لهنايا تديروا الطول ديالكم اللي عندكم في الكم هنايا، كتحددوا هنايا الكم ديالكم هكذا. هنايا البنات عاود هنا في الفم لكم تيبقى اختياري، بغيتي تخلي فم لكم واسع كديري القياس اللي بغيتي. بحال دابا قلنا هنا غادي نديرو 26، غادي يجينا غير فوق الدراع شويه. بحال دابا هنايا لكم ديالنا 26، حنا غنحددو غير بالتركيز، نديرو ديك 26 صافي. كتحددي لكم ديالك، كديري العرض اللي فيه هنايا 20 25 على حساب العرض اللي بغيتي، حيت هنايا غادي ديري لاستيك. الا درتي هنايا هكذا قصور ديري لاستيك ولا تخليه محلول، المهم ديري العرض نتي اللي بغيتي حسب العرض اللي بغيتي تخرجي. وكتجيبي هاد المسافه، كتجيبي هاد الخط هذا من التركيز ونتي ماشيه شويه. هنايا غادي نخدموه النيشان، كنديروا ديك الدخيله هذه ضروري، يعني الترس ديال ديالكم ندخلوا هنا بواحد 2 سنتيم، وكديري هاد الدخله هذه. هنايا كيصبح عندنا الكم غير قصير، الكم قصير اجينا الكم ديالنا على هاد الشكل. هنا مسدود او مغلوق، هنا كيكون عندنا الثوب مطوي، هنا ما فيهش الفتحه ما مقطع ما والو، هنا تيكون مقطع. هنا قلنا ما بين 10 حتى 26 على حسب نتوما العرض اللي بغيتو ديرو والعدد ديال منين تكملش منين نخدمو بلاستيك وتجمع، على حسب نتوما العدد الطول اللي بغيتو ديرو. هنايا هنا كتاخذوا العرض اللي بغيتو في الفوم ديالكم اللي كتخرج لكم من هنايا، يا 20 يا 26 يا على حسب نتوما والموديل كي بغيتو ديروه. هنا التركيز كانت عندنا هنا 26، غتبقى عندنا هنا 26، يعني هذه دائما هذه المسافه هذه كتساوي هذه المسافه هذه، دائما هادو متساويين. هذه المسافه اللي عندنا خدينا من هنا هي اللي كتبقى لنا هنايا ما كتغيرش. صافي البنات هذا الشكل كما قلنا الاول لكم، بغينا الكم ديالنا يجي طويل عاوتاني يجي هابط حتى لتحت حتى لهنايا، غادي نطولوا الكم ديالنا، ناخذوا العرض اللي بغينا في الطول اللي بغينا في الكم، ونحددوا الفم ديالكم شحال بغينا فيه. ونفس الطريقه غنصلوا بخط من لهنا لهنايا للتركيز
فين عندنا، ودائما تندخلو بديك جوج سنتيم وتنحددو. تندخلو هاد الدخيلة ديالنا هنا ضروري هكذا. هنا دائما كنقولو هنا قائم الزاوية في هاد البلايص هادي، دائما دائما الكم ديالنا خصو يكون قائم الزاوية هنا، وغيولي عندنا الكم ديالنا هو هذا. هنا دابا المهم الموديل حنا خرجناه، دابا كنشوفو غير الشكل الأشكال اللي يمكننا نخرجو من الكم، على حسب نتوما والرغبة ديالكم شنو بالموديل اللي بغيتو تخرجو في الكم. دير كيولي عندنا الكم طويل على هاد الشكل. بغيتو تخرجو كم أخرى البنات غادي يجي من هنا هكذا هابط، هادشي كيبقى مكيتغيرش، هاد المسافة هادي وهادي مكيتغيروش. هادو البنات في أي شكل ديالكم بغيتو تخرجوه، هادي هاد المسافة ديال 26 من 10 هادي مكتغيرش، كديرو على حساب اللي بغيتو نتوما، وهادي هادو كيبقاو رسميين، هاد المسافة تبقى هي هادي، وهادي كتغير على حساب الرغبة ديالكم نتوما. هنايا كيبقى هنا ديما عندنا التوب هنايا مطوي، هنا مولو كان يكون مسدود، وهنايا حنا كنتفننو في الكم. بغينا حتى الكم ديالنا عندنا التوب كافي وعندنا لوسع فيه، بغينا نتفننو فيه يمكننا نخدموه بهاد الشكل. يجي من هنايا هكا، يجينا الكم هكذا هابط، نديرو بحال الشكل ديال التوب ديال الكم ديال الفراشة، يهبط يجي التوب عندنا هابط هكذا. نديرو هاد العرض ولا نديرو عرض اخر ولا الكم كما قلت لكم تيبقى اختياري ديك الساعه كي غتخدموا. الاساسي عندنا هو هنا هاد البلاصه هادي، وهادي ديال لاستيك راه حنا خرجناها الطريقه باش نخرجوها خرجناها صافي. هنا كيبقى عندك الحريه ديال التوب كي غادي تخدميه. هنا غيجيكم الكم كيجي هابط، هنا كيجي لحد هنايا، وتيجي هاد المسافه هادي من هنا كتجي هابط حتى لتحت. دابا البنات كنظن الموديل دابا راه باين، طريقة باينة باش نخرجو الباترول الأساسي من هنا، باش نخرجو الموديل ديال الشكل ديال الموديل ديالنا بالنسبة للكورساج هكدايا. الكم حتى هي راه خرجات، بقالنا غير الكمية ديال التوب، القياس ديال التوب. بالنسبة للقياس ديال التوب البنات ضروري هاد القاعدة تكون عندكم، القياس ديال التوب ضروري كل واحد كياخد على الطول اللي بغا هو يحدد في البياسة ديالو. الطول كيضربو في جوج، كنديرو الطول مضروب في جوج زائد طول الكم، حيت الاغلبيه تيسول كيقولكم شحال الزده ديال التوب خاصني. هنا كيبقى على حسب، ما يمكنش تحدد الطول ديال التوب على حسب كل واحد والذات ديالو، كل واحد الطول ديالو واش عامر واش رقيق واش ضعيف واش طويل واش، يعني باش تبقى عندكم قاعده كل واحد كيعصب الطول ديالو كيضربو في جوج. هاد الضربه في جوج شنو هي كيخرج لكم الجهه الاماميه مع الجهه الخلفيه، والطول ديال الكم الطول ديال الكم كتخرجوا حتى يمكن التوب كتقسموه كطويه على 4، زعما التوب ديالك غادي تخدموا على 4 تفصلوا على 4، الطريقه اللي المعتاده اللي كنفصلوا عليها التوب كتخدم هاد الطريقه. كان شي موديل اخر اللي كيحتاج العرض بزاف وتيحتاج عاد كتخدم بالشكل ديك الساعات كيمكن لك بشكل اخر. هنا البنات غادي نطبقوا الموديل ديالنا على التوب، الطريقه باش غادي نفصلو على التوب. يكون عندنا هنايا التوب ديالنا فيه متر ونص في المنكب، هنايا متر فاصله 5 في المنكب، وهنايا قلنا كناخدو الطول ديالنا اللي محتاجين، الطول مضروب في جوج زائد الكمام. هنا عندنا الطول اختياري ولا على حسب الطلب. هنايا تناخدو التوب ديالنا تنطويو هكا على جوج، تنطويو التوب ديالنا على جوج، الحاشية على الحاشية، هنايا نوليو نطويوه على 4. هنا في حالتي اللي كنا غادي نفصلو الفصالة ديالنا على 4، هنا في البنات ملي كنفصلو على 4 هنا غادي تعطينا في عرض الجلايل، غادي تعطينا نقسمو متر وفاصلة متر ونص مقسومة على 4 غادي تعطينا 37.5، يعني في الجلايل تبقى لنا هنا 37.5 هنا سنتيم ملي كنفصلو الفصالة على 4. هنا البنات هنا كيجينا التوب ملي كنفصلوه، ملي كنطويوه هكا على 4، يا اما كنفصلو على الجهه اللي كتكون عندنا فيها جهه مسدوده وجهه محلوله، يا كنخرجو من هنا من الظهر ونخرجو الامام من هنايا محلول، يا اما العكس نخرجو الظهر من هنا محلول وفي التالي نوليو نسدوه ونخليو حتى الظهر من هنا حتى الظهر محلول. هاد الحاله هادي الا بغينا نديرو الايفازي نوريكم طريقه ديال الايفازي، ولا بالنسبه لهاد الطريقه هادي راه ما غتخرجش حتى الايفازي. هنايا الا بغينا نفصلوه غادي يجي كي الامام كي الخلف بجوج مسدودين، غادي نفصلوه بهذه الطريقه. الموديل ديالنا هو هذا في التالي منين، يعني غير تقريبي
غيجي هكا هكا غادي يجي. هنا غادي نلصقوا الكميمات، هنا غيدار لاستيك من الجهه الربع الاول والثاني ديال الجهه الاماميه هكذا. ملي نجيو نخرجوه، الا بغينا نخرجوا جهه مقطعه، جهه مفتوحه وجهه مسدوده، كنفصلوه بهكا على حسب حنا شنو بغينا ناخذ، واش الظهر اللي غنخليه مفتوحه ولا الامام، كنفصلو بهكا. بغيناهم جوج يجيونا مسدودين كنفصلو بهكا، كنفصلو من هاد الجهه هادي اللي كتجي مسدوده هكذايا. صافي كيجينا الظهر هنايا، وهنايا كيجيونا الكمام. صافي هنا الايفازي ديالنا، هنا عرض الجلايل ما كيكونش الايفازي، كتجي كما قلت لكم كتجينا 37.5 هكذا. كيخرج الموديل ديالنا هكذايا، يعني الموديل ديالنا خرج خرج مسدود من الجهات بجوج، كي الظهر كي الامام يجيو خارجين. ولكن هنا البنات ضروري غنخليو الفتحه، لان 37.5 ما كتجي ناقصه في الخلفه، يعني ضروري غنخليو فتيحات في الكسيوه ديالنا او في بيجاما الدار، او على حسب حنا الموديل واش نديروه للخروج ولا نديروه للدار، ولا ضروري من الفتيحات. هنا بغينا نتفاداو هذا المشكل ديال الفتيحات، هنا ما يكونوش غادي نفصلوه غنفصلوه بالشكل ديال الداخل في الخارج، الداخل في الخارج. البنات غناخذو الثوب ديالنا معكم هادشي، غنقلبو باش يعطينا الايفازي من التحت، واخا هو ما غيخرجولناش الجهات بجوج مسدودين، يا تخرج لنا فيها الخياطه، يا نردوها للامام يا نردوها للخلف. ولكن عاود كناخذو الايفازي اللي بغينا لتحت، الخلفه ديالنا كتكون مرتاحه. كناخذو الثوب ديالنا كما قلت لكم، المنكب ديما متر ونص هنا في المنكب، والطول اختياري هنا متر ونص، والطول كيبقى على حسب الكميه ديال الثوب، على حسب القياس ديال الثوب عندك وعلى حسب الطول اللي عندك اللي خديتي. كناخذو الموديل ديالنا، فعاود ما نحطو هكا واقف كما درنا في الفصاله الاولى على الثوب، كناخذو هكذا واقف كنوليو نقلبوه، تنردو الجلايل هما اللي فرص الثنيه ديال الثوب. سمحوا لي نحيد هاد الوراق هادو باش يبان لكم، باش ما يجيش كلشي بيض. غنوليو نفصلو بهذا الشكل البنات، غنردو الجهه اللي مسدوده مع الجهه اللي مسدوده هنايا، والجلايل هما اللي يوليو لتحت، هما اللي يوليو عفوا للفوق هنايا في الراس ديال الثوب، ديال الثوب ديالنا. غنفصلو هكا، غيجي الموديل ديالنا هكا، هادي العنق. دابا حنا كنفصلو على جهه اماميه خلفيه، هنا نديرو بحال اللي قطعناهم بجوج، بحال بحال كي الاماميه كي الخلفيه، نديرو لهم نفس التقطيعه. هنا الكمام ديالنا، هنا التركيز، هنا التركيز اللي قطعنا من الكتف النيشان للتركيز. هنايا البنات غناخدو الايفازي اللي بغينا، كما قلت لكم البنات هنايا غادي ناخذ الايفاز اللي بغينا، العرض اللي بغينا في الثوب ديالنا، لان هنا عندنا المسه ديال هاد الثنيه ديال الثوب تعطينا 75 سنتيم، 75 حنا ما غنخدموش 75 كامله، المهم على حساب اللي بغى يخدمها كامله يخدمها، اللي بغى يخدم غير شويه فيها المهم يعطي غير الحق الخلفه يعطيه. صوب الايفاز ديالي هكا، غنجي المنتصف ديال هاد المسافه اللي عندي من هنا لهنا، وغنطلع من هنا بواحد 5 سنتيم، 5 سنتيم من هنايا باش ما تبقى لناش ديك التجنيحه. نحاولوا نجيبو هكذا كوكو شويه، ما يجيش شي مستقيم، يجيو شويه هكذا داير. صافي هذه الجهه الاولى، احنا خرجنا واحد الجهه، غنجيو دابا نخرجوا الجهه الثانيه. الجهه الثانيه غناخذوها في نفس الشكل، غناخذوها وغادي نردو نقلبوها هكا، غنردو الجهه اللي مسدوده على الجهه اللي مفتوحه، وغادي نحاولوا نشوفوا فين جاينا العرض ديال الصدر، فين غادي يوقف وفين غيعطينا اتساع. نتوما ديال البنات غادي تحسبوا، غادي تعرفوا حتى تحسبوا.